ركلة جزاء للفريق الهلالي. عموما هناك حوالي 30 ضربة جزاء، 40 وركلة جزاء لصالح الفريق الهلالي. وسلي ينفذها ويتقدم الهلال بهدف للا شيء، يريح الهلاليين كثيرا مع اقتراب نهاية الشوط الأول. إذن وسلي يسجل هدف الهلال الأول والهدف الثالث عشر له في قائمة الأهداف للفريق الهلالي. طبعا هناك جونيور كسوزا من الاتفاق من أكثر اللاعبين سجلوا ضربات جزاء، أربع ضربات جزاء سجلها هنا وسلي. أيضا سجل